بتوقيع 5 بروتوكولات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاهرة، كلية الهندسة في جامعة القاهرة وكلية الهندسة في جامعة عين شمس. 2 بروتوكول اتوقعوا بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي مع كل من هندسة القاهرة وهندسة عين شمس، وفي بروتوكول بين جامعة القاهرة وبين شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وبروتوكول بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والأكاديمية البحث العلمي. والبروتوكول الأخير وقعته أنا والسيد الأستاذ دكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الحقيقة البروتوكولات اللي تم توقيعها النهاردة بتصب في أكثر من اتجاه. اتجاه داعم للبحث العلمي وتطبيقاته، وده بيبان من أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة الإنتاج الحربي. يبقى ده لتصنيع مخرجات وأفكار ناشئة من البحث العلمي. الاتجاه الآخر هو تعاون علمي يشمل مؤسسات تعليمية، وبالتأكيد احنا سعداء بوجود مؤسسات جديدة تنشأ من داخل وزارات ترعاها وتؤكد على جودة التعليم فيها. التعليم التكنولوجي هو مهم جدا بالنسبة لنا. أنا شايف أن هذه المنظومة اللي موجودة في الإنتاج الحربي بتركز في التعليم التكنولوجي، لديهم إمكانيات معملية طيبة. التعاون بين المؤسسات التعليمية في المجال ده بيضيف بعد كبير لكل الأطراف.